اليوم الثلاثة 23 آذار على موقف حي السلم مكب الزبالة، كل شي رز مدعوم، سكر أبيض مدعوم، 12900، حبوب كله مدعوم، رز كمان 9900، كله حبوب مفضاية على الموقف ومكوبة بالزبالة. مين هذا الطماع يلي عم بيشيل ويكب ويبيع للعالم بالتربة حقهم؟ خلي الدولة تشوف وين العالم الفقيرة كيف بدها تاكل. طلعوا طلعوا 23 آذار الساعة 6 بعد الظهر، كل أكياس مدعومة، كيف الفقير بده ياكل؟ هيدي برسم مين بدها تنحط؟ مين بده يلاحق العالم اللي عم تعمل هيك؟ إيه؟